السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد على قناة الاتصالات. اليوم جئتكم بحلقة جديدة وموضوع جديد يخص هواتف سامسونج، وهذا الموضوع تقريبا يقع مع جميع هواتف السامسونج. كما ترون هذا سامسونج جي واحد آيس، وعليه هذه المشكلة عندما أراد صاحبه أن يشعل الهاتف انبثق معه هذا الخيار، والكثير منكم عندما يرى هذا الخيار فهو ينفزع ويظن أن الهاتف راح والبيانات والصور كل شيء راح. أنا سوف أبشركم وأقول لكم لا، فقط ما عليكم إلا تفليش الهاتف وإرجاع البيانات وكل شيء. لماذا الهاتف بدأ في هذه الوضعية؟ لأن أحد الملفات الخاصة بالسوفتوير انحذفت أو وقع بها مشكلة، لهذا انبثق معنا هذا المشكل. كيف نحل هذا المشكل؟ فقط ما علينا إلا اتباع هذه الطريقة وعملية الفلاش لهذا الهاتف. كيف سنعمل فلاش؟ كما ترون هذا هو الفلاش الخاص بهذا الهاتف، عفوا هذا هو هذا برنامج اودين 3، وسوف نمرر الفلاش للبرنامج اودين 3. اين هو الفلاش؟ سوف ابحث عنه. عفوا، اول شيء سوف نشبك الهاتف مع الحاسوب، وسوف ابحث عن السوفتوير الذي حملته. لا اعرف اين حطيت، هو هذا. سوف احمل هذا السوفتوير ومرره الى برنامج اودين 3 كما سوف ترون. وانتظر حتى يمرر السوفتوير للبرنامج ونقوم بعملية الفلاش. وكما قلت لكم فإن البيانات وأرقام الهاتف سوف يذهب ويرجع بسلامة كما سوف ترون وكما سوف تتابعون معي. ننتظر حتى يمر الفلاش. موقع أو سوفتويرات خاصة سامسونج سوف أضع لكم رابطه تحت الفيديو. انتظر. كما ترون هو هذا الفلاش، لقد مرر، ولكن هنا كما ترون الهاتف لم يتعرف عليه الحاسوب. سوف أقوم بنزع البطارية وإرجاعها هكذا، وإرجاع البطارية، وأقوم مباشرة بشبك الهاتف مع الحاسوب بهذه الطريقة. كما ترون هنا فالبرنامج لقد تعرف على الهاتف. الآن سوف نضغط على ستار وننتظر عملية الفلاش. كما ترون عملية الفلاش لم تنجح. لماذا؟ لأن هذا الفلاش غير ملائم مع البرنامج. سأعيد البحث عن الفلاش الذي أنا حملته، وهذا سوف أمرره هنا إلى هذا الملف وننتظر حتى يذهب السوفتوير إلى الملف المناسب. وسوف أعيد حذف البطارية أو نزع البطارية من الهاتف
أعيد شبكه من جديد، لأن عندما أردت أن أعمل فلاش وكان السوفتوير غير صحيح، الهاتف أتلف البيانات الخاصة به. لهذا عليك دائما أن تعيد العملية من جديد. ننتظر حتى يمرر الفلاش كما تشاهدون، فهو يكون على ملف زيب، ولهذا عليك أن تخرجه من الملف وتقوم بحط هذا الفلاش في أي ملف يكون معروف عندك، وتشغيل برنامج أودين 3. برنامج أودين 3 على فكرة فهو فقط يشتغل مع هواتف السامسونج والسوفتويرات الخاص بالسامسونج فقط. الآن سوف كما ترون هو هذا الفلاش أو السوفتوير الخاص بهذا الهاتف. الآن سوف أشغل برنامج أودين 3، وهذه الطريقة فهي شغالة مع جميع هواتف سامسونج. فقط ما عليك إلا البحث على البيزبان أو السوفتوير الخاص بالهاتف الذي توجد عندك به المشكلة. الآن سوف أمرر السوفتوير في برنامج أودين 3 هو هذا، وننتظر حتى يمرر. إذن بدكم هذا الخلاف سوف جيدا بعد الملخص أو مشكلة خيار يكون فيروس تحدث ملف سوفتوير لهذا معك كل أردت تفليش الهاتف ولم يكمل معك في التفليش، وأيضا سوف تنبتك معك هذا الخيار كما ترون. الآن السوفتوير لقد مرر هنا، سوف أضغط على ستار، لم تنجح العملية من جديد، لا أعرف لماذا. سوف أغير من جديد أودين 3، ربما تكون به المشكلة. سوف أذهب إلى الموقع وأحمل برنامج أودين 3 الذي يعطيني الموقع هو هذا. ربما يكون في البرنامج مشكلة أو شيء من هذا. سوف أقوم من جديد بحذف البطارية وإرجاعها، نزع البطارية وإرجاعها، وسوف أقوم بشبك الهاتف من جديد. لابد أن نجد حل لهذه المشكلة، فقط تكون المشكلة موجودة أما في أودين 3 برنامج أودين 3 أو في البيزبان الخاص بالهاتف أو السوفتوير الخاص بالهاتف. سوف نقوم بتمرير من جديد الفلاش وننتظر. أنها إن بتقع فيها لم تنجح، لا الطور، وإذا طريقة هذه لا تجد طريقة أخرى، فهناك عدة طرق كما ترون. الآن الفلاش لقد مرر، سوف أضغط من جديد على ستار وانتظر. كما ترون فشلت العملية من جديد، لا أعرف لماذا، ولكن سوف أعيد بحث عن فلاش جديد. كما ترون فهو
الفلاش، نفس الهاتف، نفس الفلاش، نفس البيزبان، ولكن لا أعرف لماذا لم تنجح العملية. لا أعرف لماذا، سوف أعيد العملية من جديد. وكما قلت لكم، أحسن شيء أن هذه الأخطاء انبثقت معنا ونحن هنا. فهناك من يقول عملت شيء أو من هذا أو شيء طريقة أخرى، أنا أقول لك لم أعمل أي شيء. سوف أقوم باختيار هذا البيزبان الجديد. الذي سوف أحطه في هذا الملف وأرى ربما تنجح العملية. كما قلت لك، فدائما ابحث عن الفلاش المناسب للهاتف، لا تيأس، ربما الفلاش يكون الموقع حاطط الفلاش وبه مشكلة وأصحاب الموقع لا يعلمون بهذا، لهذا أنت تقوم بتحميل الفلاش وتريد تمرير الهاتف ولا يشتغل معك كما فعل معنا. لهذا عليك بالبحث في مكان آخر أو في موقع آخر لكي لا توجد عندك هذه المشكلة. ننتظر حتى يمرر هذا، وسوف أقوم من جديد بتشغيل برنامج أودين 3 الذي حملناه من الموقع. سوف أقوم بنزع من جديد البطارية من الهاتف لكي يبدأ العملية من جديد. قمت بنزع البطارية من جديد وشبك الهاتف من جديد. الكابل USB لا توجد به أي مشكلة. ربما منكم من يكون عنده كابل USB فيه مشكلة أو شيء من هذا. أنا أقول الكابل USB لا توجد فيه أي مشكلة. الآن سوف أمرر من جديد الفلاش الذي وضعته في هذا الملف. هذا الملف كما ترون هو هذا الفلاش. هذا فلاش كنت أنا حملته من قبل ولم أرى عندي فلاش جديد. رأيت هذا، أنا سوف أحمله مرة أخرى جديد. أرى أيضا ما عليكم إلا اتباع الطريقة. وإذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا على الضغط بزر لايك، وإذا كنتم تشاهدون قناتي لأول مرة لا تنسوا الاشتراك مع القناة من فضلكم، الضغط على الزر الأحمر الذي عليه سبسكرايب. الآن سوف أقوم بالضغط على ستار وأرى من جديد مشكلة أخرى. لا أعرف لماذا، ولكن المشكلة دهمتنا مرة أخرى. هل هناك مشكلة في الأودين 3 أم لا أعرف؟ سوف أشغل برنامج أودين 3 ويكون بإصدار قديم لكي أرى هل المشكلة في أودين 3 أم ماذا. هذا أودين 3 وعلى إصدار قديم كما تشاهدون هنا. سوف أرى
كنت صورت حلقة قديمة عن أحد الهواتف الذي وجدت به هذه المشكلة، لا يريد تمرير الفلاش، وهناك من عيب على الطريقة وقال لي عليك بتغيير البيس بان. غيرنا البيس بان وغيرنا الحاسوب كله ولم تنجح الطريقة، ووجدنا المشكلة في البوردة. هناك هواتف من تكون فيهم مشكلة في البوردة، وهناك هواتف من يكون شغال، فقط ما عليك إلا تمرير الفلاش. سوف أعيد العملية من جديد وسوف أمرر الفلاش مرة أخرى وسوف أرى هل الطريقة سوف تنجح أم لا. كما رأيتم البرنامج تعرف على الهاتف ومررنا الفلاش، وكما ترون غيرنا إصدار أودين 3، رجعنا للأصدارات الأولى في برنامج أودين 3، وسوف أعيد عملية الفلاش من جديد، الضغط على ستار، وسوف أرى هل سوف تنجح العملية أم لا. قوم مباشرة في عمل، ننتظر. أطلت عليه حقيقة هذا الفيديو، ولكن منكم أن يستفيد ويريد شفرة المشكلة. أرجل وبدء من أول حلقة، وكما ترون فعملية الفلاش لم تنجح للمرة الخامسة، وغيرنا كما ترون البيزبان والفلاش وكل شيء ولم تنجح الطريقة. هل سوف أحط لكم هذا الفيديو لكي نشاركه أم سوف أحذف هذا الفيديو؟ لا أعرف، لا أعرف لماذا. كما ترون الطريقة الفلاش فهو لا توجد به أي مشكلة، سوف أعيد العملية من جديد وأرى هل سوف تنجح أم لا. المهم سوف أحط لكم هذا الفيديو، وإذا نجحت معي العملية سوف أقولها لكم في صندوق الوصف التحت. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة.